السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموضوع بتاع دلوقتي يا جماعة، بصوا، شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب كل شوية يتطلقوا وبعد كده نسمع ان هما رجعوا لبعض تاني. اتطلقوا مرتين قبل كده ورجعوا لبعض، المرة دي اتطلقوا ورجعوا لبعض امبارح. هقول لكم بقى تفاصيل الموضوع اللي بجد بقى زي ما تكون لعبة، وكل يوم ما وراناش حاجه غير شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب، وشويه اتطلقوا، لا ده شويه رجعوا، حاجه غريبه يعني. هقول لكم تفاصيل الخبر، وكمان اتكلم معاكم النهارده عن اسعاد يونس. اسعاد يونس يا جماعه اللي بيقولوا الفيلا بتاعتها اتحرقت، وكمان تم نقلها المستشفى في حاله صعبه بسبب ماس كهربائي. هقول لكم تفاصيل الموضوع، وكمان اتكلم معاكم النهارده عن تعرض الفنان احمد جمال سعيد لتاني مره لوعكه صحيه جديده ونقله للمستشفى. هقول لكم كل التفاصيل في الفيديو. اتمنى منكم لو الحلقه عجبتكم ما تنسوش اللايك والاشتراك والتعليق في القناه. بصوا هبتدي معاكم باول موضوع، موضوع رجوع شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب بعد ما اتطلقوا 3 مرات قبل كده، ودي المره الثالثه يعني، ورجعوا لبعض امبارح من غير ما حد يعرف، وطلع المحامي الخاص واعلن ان هم رجعوا وقاعدين في الفيلا اللي في التجمع الخامس. على فكره هم كل ما يتطلقوا ويرجعوا بيروحوا يقعدوا في الفيلا اللي في التجمع الخامس. هقول لكم تفاصيل الموضوع اللي بجد بقى اوفر يعني وزايد عن حده. هقول لكم شوية تفاصيل. تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي أنباء حول عودة حسام حبيب لشيرين عبد الوهاب مرة أخرى، حيث تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي أنباء حول عودتهم مرة أخرى، وذلك وفقا لما جاء على الحساب الرسمي للصحفي هاني عزب، حيث نشر من خلال صفحته الرسمية على الانستجرام خبر رجوع الفنانة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب. هل الموضوع ده حقيقي؟ اقول لكم تفاصيل الموضوع. يذكر ان شيرين اعلنت انفصالها مؤخرا عن حسام حبيب، واكدت لجمهورها انها بحالة جيدة وان الانفصال تم بكل احترام وتحضر، ووعدت شيرين جمهورها بتقديم اعمال مميزة خلال الفترة المقبلة. امبارح بقى لقينا صحفي ومحامي معروف برضو طلع اعلن ان هما رجعوا رسميا. هقول لكم بقى شويه برضو تفاصيل. كشف الكاتب كذا كذا حقيقه عوده الفنانه شيرين عبد الوهاب للفنان حسام حبيب مره اخرى بعد طلاقهم الاخير، وقال ان شيرين عادت بالفعل للفنان حسام حبيب، وحاليا يعيش الزوجان معا في فيلا بالتجمع الخامس. واستكمل شيرين عادت لحسام بعد فشل قصه حب أخيرة التي عاشتها لفترة قصيرة مع طبيب اقترن اسمه بفنانة أخرى، وحرصت شيرين على إخفاء الخبر عن وسائل الإعلام خوفا من هجوم الجمهور عليها نظرا لتكرار الأزمات بينهم وإعلان الانفصال ثم العودة مرات عديدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. يعني يا جماعة بيقول لك ان هي رجعت له وهم رجعت له رسميا، وهم عايشين دلوقتي في فيلا التجمع الخامس، وخلاص رجعوا يعني عند مأذون بعد ما هي كانت عايشه قصه حب مع طبيب مشهور والقصه دي فشلت، رجعت تاني لحسام حبيب. بجد والله العظيم انا حاسه ان عارفين القط والفر، لا حول ولا قوه الا بالله. الموضوع التاني، موضوع نقل الفنان احمد جمال سعيد للمستشفى للمرة التانية. طلعنا من شهر بالظبط وقلت لكم ان هو تعرض لوعكة صحية وتم نقله للمستشفى، وكان تعبان جدا بسبب اعراض برد او اعراض تنفسية بسبب نزلة برد شديدة عنده، وطلع وطلب من الجمهور الدعاء له. للمرة التانية بيقول لك ان هو تعبان وتم نقله المستشفى في حالة صعبة. اقول لكم شوية تفاصيل وهو طلع وقال ايه على صفحته الرسمية. أحمد جمال سعيد يا جماعة ممثل مصري عرف لدوره في لقاء على الهوى مسجون ترانزيت وإلا أنا، وهو حفيد فريد شوقي وهدى سلطان من مواليد 21 يناير 1989، عنده 35 سنة، من القاهرة طبعا. وهو بدأ مسيرته في التمثيل سنة 1997. اللي حصل بالظبط، نقل الفنان احمد جمال سعيد الى المستشفى للمره الثانيه، وكان كاتب دعاء لنفسه.
تعرض الفنان أحمد جمال سعيد لأزمة صحية مفاجئة للمرة الثانية خلال شهر في الساعات القليلة الماضية، ونشر صورة له داخل المستشفى عبر حسابه الرسمي على الانستجرام، وكتب: اللهم أنت الشافي المعافي، اللهم ارفع عني وخفف تعبي يا رب. لكن ما قالش هو عنده إيه أو إيه سبب الوعكة الصحية اللي هو تعرض ليها، وعلى إثرها تم نقله للمستشفى. لا حول ولا قوة إلا بالله. قلت لكم يا جماعة البرد اللي احنا بنمر بيه اليومين دول مش برد طبيعي، برد بيمسك الواحد كده زي ما يكون كده يا رب بيقول له فين يوجعك. والله العظيم انا قعدت اكتر من ساعة ما الشتاء بدأت وانا عندي برد في عظمي وما بقدرش امشي وما بقدرش اتكلم، وكانت حالتي صعبة. اقول لكم بقى الموضوع الثالث، موضوع حريق فيلا الإعلامية إسعاد يونس ونقلها المستشفى في حالة صعبة بسبب ماس كهربائي. إيه الموضوع وإيه اللي حصل؟ هقول لكم بس تصحيح للخبر. هو حصل بس مش في الفيلا بتاعتها، في المكتب بتاعها. هقول لكم شوية تفاصيل، تفاصيل جديدة في حريق التهم مكتب إسعاد يونس. تمكنت الحماية المدنية من السيطرة على حريق بعقار رقم 21 بالمهندسين، وكشفت معاينة النيابة العامة بشمال الجيزة اليوم السبت سبب اشتعال النيران في الطابق 25 بعقار في منطقة المهندسين، يضم مكتب الفنانة والإعلامية إسعاد يونس وشركة عز الدخيلة المملوكة لرجل الأعمال أحمد عز. إذ أفادت المعاينة بأن ماس كهربائي نتج عن شرط بأجهزة التكييفات الخاصة بمكتب إحدى شركات الزيوت وراء الحريق الذي استمر نحو 3 ساعات ولم يسفر عن وقوع إصابات. أساسا إسعاد يونس ما كانتش موجودة هناك، ده المكتب بتاعها اللي في المهندسين. وأفادت المعاينة بأن الحريق دمر محتويات شركة الزيوت عن آخرها وامتد لمقر مكتب مدير دار نهضة مصر للنشر وأحدث به بعض التلفيات. وباستدعاء مالك الشركة أشاروا إلى أنهم فوجئوا بأفراد الأمن الذين يحرسون العقار بإبلاغهم بتصاعد الأدخنة إذ كان اليوم أجازتهم ولم يتواجد أحد من الموظفين بالشركة سوى عدد محدود من عمال الصيانة. واتضح من المعاينة أن مواد سريعة الاشتعال ساعدت في امتداد النار إلى مقر الشركة، إذ كانت بداية الحريق من المنور حيث أجهزة التكييفات وصلها شرز جراء أعمال صيانة كان العمال يجرونها أثناء صيانة مواسير صرف صحي وغيرها. بيقول لك أن الحريق نشب في المكتب بتاع إسعاد يونس والمكتب اللي جنبه والمكتب اللي تحتيه والمكتب اللي فوقيه، والفنانة إسعاد يونس ما كانتش موجودة هناك، بس بيقول لك إن المكتب بتاعها شبه اتدمر أو ما بقاش فيه، بيبقى أصعب. يعني الحريق يا جماعة بسبب ماس كهربائي ده بيبقى صعب جدا، ممكن ناس كتير قوي تتوفى، ممكن يحصل حاجات كتير قوي يعني صعبة محدش يقدر يتحملها. لا حول ولا قوة إلا بالله، بجد ربنا يحفظنا وربنا ينجينا يا جماعة. وأتمنى منكم لو الفيديو عجبكم ما تنسوش اللايك والاشتراك والتعليق في القناة.